التعليق حول الموضوع أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف من غزة المتحدث الرسمي باسم حركة الجهاد الإسلامي السيد مصعب البريم. أهلا بكم إلى استوديو الرافدين. سيد مصعب، أنباء عن قصف للطيران الصهيوني على غزة، طبعا وقع عدد من الجرحى والقتلى، ما هي المعلومات المتوافرة عندكم؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. التحية لشعبنا الثائر والمنتصر في وجه إرهاب العدو الصهيوني. صفحة جديدة يسطرها شعبنا من التضحية والعطاء، وهو يخرج اليوم في إطار التحدي واستكمال مسيرة النضال الفلسطيني حفاظا على الحقوق الفلسطينية. وفي جمعة الجولان سورية عربية 4 شهداء ارتقوا باستهدافات هذا العدو، جزء منهم كانوا في مسيرات العودة، أيضا استهداف مواقع المقاومة. هذه الاعتداءات وهذه الجريمة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني. نحن في المقاومة الفلسطينية لا يمكن أن نسمح لهذا العدو أن يفلت دون عقاب، ورسالتنا ومهمتنا في المقاومة هي الدفاع عن الشعب الفلسطيني وردع العدو الصهيوني. نعم، جيش الاحتلال أرجع سبب القصف للتصعيد من قبل الفصائل في غزة وإصابة جنديين برصاص قناص شرق مخيم البريج، يعني هذه المزاعم ما حقيقتها؟ يجب أن يكون معلوما لدى الجميع أن ما يقوم به العدو الصهيوني هو اعتداء وعدوان على شعبنا الفلسطيني، بينما ما يقوم به شعبنا ومقاومته الباسلة هو مقاومة هذا العدوان وهذا الإرهاب. وبالتالي المقاومة الفلسطينية كانت ولا زالت وستبقى حقا مشروعا وسيفا مشرعا في وجه إرهاب هذا الاحتلال. يجب أن يتوقف الاحتلال عن كافة اعتداءاته، وهذا جاء بعد جولة التصعيد والاعتداء الأخيرة، وبوساطة الشقيقة مصر كان هناك توصل إلى تفاهم وهدوء ميداني، لكن نحن في المقاومة الفلسطينية وبحكم تفلت هذا العدو من دفع ثمن هذا الهدوء لن نسمح لهذا العدو أن ينعم بهدوء يدفع ثمن شعبنا الفلسطيني ومقاومتنا من دماء وأرواح أبناء الشعب الفلسطيني. كذلك هذه اليد التي تحاول أن تمتد لتطال من حياة وأرواح الفلسطينيين هي يد المقاومة الفلسطينية لن تعرف سوى مصير القطع. وكما عودت المقاومة الفلسطينية جماهير شعبنا وأمتنا في الجولات السابقة على ردع هذا العدو، هي ملتزمة بهذا الواجب الوطني والأخلاقي والسياسي تجاه قضيتنا وتجاه شعبنا وحقوقنا. نعم، هناك من يرى بأن محاولات تأجيج الصراع في غزة هي محاولة وجزء من تمرير صفقة القرن. ما رد المقاومة على هذه الصفقة المزعومة؟ المقاومة يا سيدي العزيز تتحرك في اتجاهين، الاتجاه الميداني الأول وعينها على في حالة طبعا قراءة واعية لسلوك العدو الصهيوني سياسيا وأمنيا وعسكريا، وتتحرك ميدانيا وفق جهوزيتها واستعدادها وتنسيقها الداخلي على قاعدة تعيش حالة من الإجماع، وهي الدفاع عن شعبنا وردع هذا العدو ومنعه من توظيف ألم ومعاناة الإنسان الفلسطيني لخدمة أهدافه السياسية أو الأمنية أو العسكرية. الاتجاه الثاني الذي تتحرك فيه المقاومة هو حماية وعي جماهير أمتنا العربية والإسلامية بالتصدي لجريمة العصر ولمشروع الولايات المتحدة المشبوه الذي يهدف إلى الالتفاف على الحق الفلسطيني. نحن في المقاومة الفلسطينية سنوظف كل إمكاناتنا ومستعدون أن نقدم أغلى ما نملك وهي أرواحنا وسلاحنا من الرصاص إلى آخر ما يمكن أن يتفتق عنه عقل المقاومة الفلسطينية في مواجهة أي مشروع سياسي يحاول أن يمس من حقوقنا الفلسطينية أو ينال من قضيتنا. نعم، مع التطبيع والاعتراف بالكيان الصهيوني، ما الأوراق التي هي في جعبة المقاومة لإيقاف صفقة القرن أو ربما تعطيلها أو الوقوف في وجه صفقة القرن؟ للأسف من أشد الحملات التي تواجه قضيتنا وهي أشبه بضربة في المقتل للرواية الفلسطينية وللمقاومة هي حملات التطبيع وحمى التطبيع المتلاحقة والهرولة باتجاه الزمن الصهيوني على حساب الحق الفلسطيني
وهي ربما أبشع جريمة وخطيئة ترتكب على يد بعض الأنظمة والمنظومات الرسمية عربيا وإسلاميا. غير مسموح أن يتحول العدو القاتل المجرم المغتصب للأرض وللتاريخ وللرواية وللإنسان، غير مسموح أن يتحول في ليلة وعشيتها أن يتحول إلى صديق وإلى جار وإلى حليف، وبالتالي نصبح كمقاومين وكفلسطينيين نقاتل أصدقاء بعض المنظومات العربية والإسلامية للأسف. هذا الكلام ولو على جثتنا لن يمر، ولن يمر مشروع التطبيع. نحن نقدم ما يمكن أن يحمي وعي جماهير أمتنا العربية التي حاولت بعض المنظومات أن تخدعها بأن لا خيار أمام هذه المنظومات سوى التطبيع. نحن نقول أن خيار المقاومة هو الخيار الأمثل والأفضل، بينما الوهن والضعف الذي تمر به شعوب أو تمر به واقع أمتنا العربية والإسلامية هو ليس قدر أبدي وليس مسوغ ولا مبرر لمرور هذه المشروعات الخطيرة. شكرا لك سيد مصعب البريم المتحدث الرسمي باسم حركة الجهاد الإسلامي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك.